تستمر طائرات إيران جيش بتقديم الحماية للزهري الإمام الحسين عليه السلام في زيارة يوم عاشوراء. وهذه الزيارة هي زيارة استثنائية وطبيعة خاصة بعد تحرير كافة أراضينا من دنس داعش، وتم تخصيص أكثر من 20 طائرة لحماية زوار الإمام الحسين عليه السلام، وعدة محاور: الطوق الأول حول مدينة كربلاء، والطوق الثاني الصحراء المحيطة بكربلاء من شلاثة، هذه مدينة كربلاء، وبحيرة الرزازة الرحالية، والمناطق المحتمل تقرب العدو إليها، وذلك طائراتنا بكافة أنواعها. لدينا نوعين من العمليات: عمليات استطلاعية بطائرات الهليكوبتر المسلحة، وطائرات استطلاعية مسيرة مسلحة، وطائرات استطلاعية مسيرة غير مسلحة. وبذلك احنا استطعنا ان نغطي كل مناطق كربلاء وحول كربلاء والمناطق المحيطة بالكربلاء والصحراء المحيطة بها، وهنالك تنسيق واضح بيننا وبين قيادة عمليات كربلاء، والعملية مستمرة ليلا ونهارا في الحقيقة. وهذا هو ليس الواجب الأول، وإنما احنا في كل سنة يقوم طيران جيش بهذا الواجب لتقديم الإسناد وحماية الزائرين. هذا العدد من الطائرات لن يؤثر على الجهد الآخر الموزع على كافة قواطع العمليات في صلاح الدين أو الصحراء الغربية وفي ديالة وحمري وآخرين.